اخر ماتش في الدوري الممتاز النجوم والجونه، اتفضل يا كابتن. يعني ماتش ما فيهوش كتير برضو، الجونه كان افضل نسبيا زي ما قلنا على فرقه طلائع الجيش، بدات الحقيقه بشكل مش كويس وبعدين بتنهي دلوقتي بشكل متميز جدا. نفس الحكايه لفرقه الجونه، بدات بدايه قويه جدا وعروض الحقيقه متميزه جدا. في الفترة الأخيرة بدأوا الحقيقة العروض تقل، وكان آخرها مباراة الكاس اللي خسروا فيها 4 وبعديها مباراة المقاصة 0-0 0-0 أو بدأوا نزيف النقاط بدري بدري. أعتقد يعني لازم يبقى في إعادة نظر عند الكابتن هشام. لكن هي مباراة ما فيهاش كتيرة، فواضح إن فرقة النجوم اتأثرت بشكل كبير جدا بغياب صلاح أمين الهداف، وإن كان أحمد شرودة الحقيقة ضيع فرص من اسهل ما يمكن، كان ممكن فرقه النجوم الحقيقه تتقدم. لكن هي مباراه كانت ممله الحقيقه، يعني النجوم كان افضل نسبيا وكان محتاج يستحق يكسب. يستحق طبعا، هو كان ضيع فرص حقيقيه، النجوم كان يستحق يكسب المباراه دي صراحه. يعني فهي مباراه ما فيهاش كتير جدا، يعني اعتقد التعادل ما فادش اي من الفرقتين، يعني خاصه فرقه النجوم اللي كانوا محتاجين المكسب. لكن شرويدة كان يقدر يحسم المباراة لصالح فرقة النجوم. شرويدة ومهاب ضيع واحدة في من قدام البنالتي بالظبط. لكن واضح تأثير غياب صلاح أمين الحقيقة هداف فرقة النجوم يعني بشكل كبير جدا. أعتقد محتاجين تدعيم كبير في يناير على مستوى المدافعين أو المهاجمين. طيب خلينا نروح للحالات التحكيمية يا كابتن. كان عندنا محمود بسيوني وأحمد صلاح ونور سعيد